السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سيدة تبكي بكاء مرا وتلتمس من السادة المستمعين أن يرفعوا لها أكف الدراعة إلى الباري عز وجل بالدعاء، خصوصا في هذه الليالي المباركة. تقول أم هشام بأنها تتصل بالإذاعة مرارا وتكرارا لكنها لم تتمكن من التواصل معنا، واليوم تقول بأن ابنها هشام كان من الذين هاجروا إلى أوروبا إلى إسبانيا، لكنه لم يوفق وتم إعادته إلى أرض المغرب. ولما دخل إلى إقليم العطاوية شعر بصدمة كبيرة، لم يجد قدرة على الاندماج داخل المجتمع، ففر إلى 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 غرفة مظلمة داخل بيته، وصار أنيسه هو التدخين والمخدرات والكيف وغيرها من الأمور التي من خلالها يتمنى أن ينسى مشاكله ويتجاوز هذا الواقع المرير. طالت المدة وصارت حالة هشام حالة مزرية، يبقى الشهر بكامله وبيته مغلق والدخان والمخدرات تملأ الفضاء، وأخواته البنات صرنا يشعرن بكثير من الإحباط، حتى إنهن لا أحد خطبهن ولا أحد التفت إليهن، ويشعرن ببؤس شديد. والأم مرضت مرضا عظيم، والوالد توفي، لأن هشام ما كان له أن يأتي لولا أن سمع بأن والده قد توفي ولم يحضر لجنازته، وهذا زاد في ألمه وفي تدمره. أم هشام تقول: سلكت جميع السبل والوسائل المتاحة أمامي لكي أرفع هذا الواقع المرير على أسرتي، واقع مرير، فقر وجهل وانحراف، وتشعر حتى أن هناك من يلقي سحر على بناتها. كل يوم يجدون أشياء غريبة في عتبة الباب، والبنات سأساعدهن، وتقول بأنها تحتاج إلى مخرج، إنها في ورطة عظيمة. والمخرج أين يكون؟ طبعا الإنسان ربنا وهبه عقل ليتخذ الأسباب والمسببات. لماذا ربنا وهبنا العقل والفكر؟ لكي نفكر وندبر ونجد لكل مشكلة حلا. لكن أحيانا تكون عقولنا ضعيفة، والمشاكل التي نواجهها ضخمة للغاية، ونعجز، ما عندنا وسائل، ما عندنا قدرة، ماذا علينا أن نفعل؟ نلجأ إلى أكبر وسيلة، إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع هذه الغمة. أم هشام تبكي، هي وبناتها، وتلتمس منكم أيها الأحباب الكرام أن تدعو لها ولابنها ولبناتها. فاللهم يا ربي يا كريم في هذه العشر الأواخر من رمضان، ولعل ليلة القدر ندركها يا رب، اللهم يا أرحم الراحمين، هذه الأسرة تعلم بحالها، اللهم ارفع عنها المقت وارفع عنها الشدة وارفع عنها الكرب. اللهم هذا الولد الذي ساءت حالته أنت الذي خلقته، وأمره كله بيدك، وأنت على كل شيء قدير، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم كره إليه التدخين والمخدرات والانحراف، اللهم كره إليه وحبب إليه الإيمان واليقين والصلاح والفلاح، اللهم ابليه بالصلاة والعبادة والوضوء، اللهم اجعل في قلبه همة ليقوم للعمل والشغل. اللهم يا رب اجعل له حنانا على أمه وعلى أخواته البنات، اللهم اجعله مقبلا على الحياة لا مدبرة. اللهم وأكر به عين أمه واشفيها وعافيها وداويها
وجب كسرها واكشف غمها. اللهم وأخواته البنات اصلح حالهن. اللهم يا ربي ارزقهن السعد الجميل، وابطل ما أصيبن به من سحر، وابطل ما أصيب به من انحراف. اللهم كن لهم ولي ونصير يا ربي يا كريم. عليك بهذه الأسرة أن تجمع شملها وترفع مقامها وترزقها من خير من غير ما تحتسب. يا ربي كل من قال أمين ارزقه الخير والبركة والتيسير ما أنت بعليم. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عواصم مباركة وأيام آخر رمضان أيام سعيدة ومباركة عنكم عمنا ومينات بحق بالكائنات. الله يطول عمرك سي حسن. الله يطعمه ذلك بخير. عندي سؤال بما يكون خارج على هذه الليلة. متى خروج زكاة الفطر ومتى انتهاءها؟ إياه إن شاء الله سيدي بإذن الله. الله يستر. عندي مرة سكوت خلطة أدي عليها، واش ممكن تنوخرت الأخير السنة اللي كان أدي لك جملة وتشتري لبعض الفقراء المساكين؟ أيها أخويا بإذن الله يا رب. يجوز. أيها سي حسن بإذن الله. أعطاه الله أمرك. بارك الله فيك أخويا. الله يشفيك. الله يشفيك ويعافيك ويداويك السي الحسن. أخونا السي الحسن، جوابا على هذا السؤال، فبالنسبة لزكاة الفطر هي تخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة، هذا هو السنة المعتادة، قبل عيد الفطر بيومين أو ثلاثة، وآخر خروجها قبل صلاة الإمام يعني صلاة العيد. طبعا الظرفية الراهنة ظرفية استثنائية، هذه الظرفية والناس فيها فقراء والناس يتعذر عليهم التنقل من مكان ولا مكان، فالفقهاء عندهم بأن وقت الطوارئ له أحكام خاصة، فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره وحتى زكاة ماله قبل موعدها لكي ينقذ بها الناس ويعين بها الناس. فالظرفية الراهنة كما تعلمون جميعا مع جائحة الكورونا وحظر التنقل والتجول والسفر، فالإنسان له أن يخرج زكاة فطره قبل الموعد المعتاد عند العلماء هو 3 أيام، ممكن أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر، قبل موعدها. كل في خير ما دام فيه مصلحة للناس، لكن لا يجوز إخراجها بعد صلاة الإمام يعني يوم الفطر إن شاء الله تعالى. سيكون هناك، لا ندري هل تكون هناك صلاة العيد أم لا، سوف تخبر بها الوزارة المعنية بهذا الأمر بالسلطات الدينية، لكن يعني قبل ضحى يوم العيد، قبل ضحى يوم العيد هذا آخر وقتها، فلك أن تتصرف كما تشاء للمصلحة نظرا للظرفية الراهنة الاستثنائية. أما عن قضية الفدية الذي هو مريض، أنت عندك سكري وتفطر، والإطعام إطعام المسكين لك خيارات، إما أن تطعم عن كل يوم مسكين تخرج إفطار لمسكين أو تعطيه له نقدا، أنت بالخيار، إما تعطيه طعاما كل يوم أو تعطيه نقدا كل يوم بدءا من 12 درهم كل يوم، ولك أن تقدم ذلك ولك أن تؤخره. هناك ناس يقدمون يعلم بأنه مريض وبأنه لم يصوم لأنه عنده مرض مزمن، فيسبق ويقدم الفدية في أول الشهر، وهناك بعض الناس يقومون بقفة رمضان في أول الشهر للأسر والعوائل الفقيرة، قفة قيمتها 300-400 درهم تغطي الشهر بكامله، يؤدونها في أول رمضان، وممكن أن يؤديها في آخر رمضان. هناك عائلات مغربية اعتادت أنها تطعم ليلة القدر خصوصا ليلة 27 كما اشتهر عند عموم الناس ويطعمون الطعام. هناك عائلات معروفة في المغرب تصنع قصعة الكسكس وتخرجها إلى الشارع العام خصوصا عند المساجد وعند المصليات
والآن ما في مساجد، ما في مصليات نظرا لهذه الجائحة. فالإنسان يصنع قصعة كسكس ويعطيها للفقراء، وكل قصعة كان يأكلها 10 أنفار، يعني 10 أيام. فالعلماء قالوا بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم إما دفعة واحدة وإما أقساطا، فكله جائز حسب قدرة كل إنسان. هناك الإنسان الميسور يجمع العدد الكبير ويطعمهم، ومن كان على قدر الحال فإنه يخرج حسب ما تيسر له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك ويتقبل منك، وربنا كريم سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.